طيب دكتور، طلعت برضو موضة حلوة كده مؤخرا للبنات، عايزين كلهم يبقوا بيتميزوا بالمؤخرة المشدودة المرفوعة اللي شكلها حلو زي برضو النجمات. هنعمل ايه علشان نوصل للشكل ده؟ هنعمل سيليكون ولا هنعمل فيزر ولا هنعمل خيوط ولا هنعمل ايه؟ وكلنا قبل ما بندور على الطريقة بندور هل الطريقة دي هي امان وهتعمل لي مضاعفات ولا مش هتعمل لي، وهاخد نتيجة بسرعة ولا مش هياخد برضو نتيجة، بنعمل ايه بقى في الحالة دي؟ طيب هنتخيل ان حالة النهاردة جاية تشتكي من الشكوى اللي حضرتك قلتيها ديت. اول حاجة خالص الفحص المبدئي الاولاني خالص للمريض. أوكي. لازم في تحضير لاي مريض، اي مريض تحضير عبارة عن تحاليل وزميلنا من دكاترة التخدير بيبص عليه، يبقى المريض امن. المرحلة الاولانية بتاعتنا كده عديناها ان شاء الله بنجاح. أوكي. اختيارنا للعملية بقى دي، لو انا عندي النهاردة الشكوى عبارة عن منطقة المؤخرة بس فاضية، ولا فاضية وفيها سقوط، ولا فاضية وانا عامل عملية تدبيس او تحويل. لو المسألة بس ان هي فاضية بس يبقى انا محتاجين نزود حاجة. فاضي وسقوط يبقى محتاجين نرفعه، لازم جرح. دي اللي بتفرق بين الاثنين، لكن عادة بنكتفي بالمنطقة دي، عادة بتجيب نتيجة مرضية تماما انها يحصل فيها امتلاء عن طريق الدهون الذاتية اللي موجودة من الجسم في ليفلز كده معينة، وننحت اللي حواليها اللي فوقيها واللي تحتها، هتبان منطقة المؤخرة ساعتها كويسة جدا. اوكي. ان شاء الله. تمام. هي تبقى كده الدنيا لطيفة جدا، امنة تماما. القصة دي تقريبا دي ساعتين والمريضة بتروح اصلا في نفس اليوم، خلال مثلا اسبوع 10 ايام بيتم التعافي تماما ان شاء الله. ويا دكتور النتيجة أهم حاجة، بنشوفها بعد قد إيه؟ في نتائج ايميديت بس بتفضل الدنيا ورمانه شويه، بتفضل الدنيا بتقل شويه كده 25% عن اللي احنا حققناه، يعني لو حققنا 1000 هتبقى فاضل هيشيل منه 25%. أوكي. بيفضل الجسم كله في عمليه واحده، يعني احنا بنشفط في عمليه ونحقن في عمليه تاني في يوم تاني، ولا كله بيتم مره واحده؟ كله اجراء مره واحده. كله اجراء مره واحده. الدهون اللي بتتاخد ديت التحضير بتاعها مهم جدا. تمام. مش مساله اي دهون النهارده بتتاخد، عايزين نوصل لاحسن نتائج في الحقن نفسه. أوكي. نسحب الدهون تتحضر بطريقه كده معينه، وساعات في بعض الاحيان بنزود عليها حاجه اسمها الخلايا الجذعيه اللي بنسمعها كتير دي، بس دي مش في كل الحالات الحقيقه. أوكي. في ماده كده بتتزود عليها عشان نضمن بيها استمراريه الدهون اللي محطوطه. تمام. يعني احنا نحقن وعايزين استمراريه اعلى. هي دي الفكره فيها كلها في حقن الدهون. تمام.